كن رياضيا على أقصى الحدود، والتميز مبدأ الشخص الودود، واحترام الناس أولى يا صديقي، فالمبادئ رمزنا منذ الجدود. واستعن بالفكر والتركيز دوما، لا تهاون يعترينا أو جحود. إن بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم. سوف نقوم اليوم إن شاء الله بشرح كاتا هي نيدان السلام الثاني. والكاتا هي النيدان تتكون من 26 حركة، وفي العادة تكون هي الكاتا في الانتقال من حزام 8 كيو إلى 7 كيو. بإذن الله سنقوم أولا بأداء الكاتا بالشكل الكامل، ثم بعد ذلك سوف نقوم بشرح بعض الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون. يوي يوسكيب ري هي النيدان يوي إتش ني سن شي جو رك شتش هتش كيو يو اتش يا ني سن شي جو رك شتش هتش كيو يو اتش ني سن شي جو رك يا ناو ري يسكب ري. هذه هي كاتا هي النيدان 26 حركة. سنقوم بإذن الله بشرح بعض الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون. عبد الرحمن سعد يوي اتش. الحركة الأولى في هي النيدان هو النزول مباشرة إلى الأسفل بدون التقدم إلى الأمام، الجسم والرأس يكون مباشرة إلى الأسفل. مرة أخرى يوي اتش. بعض الأخطاء التي يرتكبها اللاعبون بأن اليد هذه تكون إلى الأسفل، يجب أن تكون الأعلى على مستوى الكتف. ني ضرب مع استعداد فوق الكتف سن شي. الحركة الثالثة تكون مباشرة من الأسفل وليس من عند الحزام سن شي اتش. القدم عند الضرب تكون يوكو جيري واليد بهذا الشكل وراكن، ثم يسحب القدم واليد ويضرب شوتو كي اتش الأمام عند الكتف. كذلك مثل ما ذكرنا بأن الشوتو كي تكون للأسفل مقدار قبضة. ني كياي هذه نصف الكاتا تكون إلى الأمام. الآن الدوران يكون على الكعب لعمل حركة شتوكي اتش أسفل، ثم 45 درجة ني. كذلك الدوران على الكعب شي جو 45 درجة اتش. حركة أوتشوكي الخصر يكون عند الأمام بهذا الشكل، إذا كان بشكل جانبي أكثر اللاعبين يخطأ في هذه الحركة ويكون بهذا الشكل، هذه حركة خاطئة، لابد أن يكون الخصر إلى الداخل بشكل كامل. زينكوتشيلاتشي صحيحة مع دفاع صحيح. ما يجري مع السحب ني سحب أويزوكي. مرة ثانية عاد نفس الحركة أوتشوكي إتش. دخول كذلك الخصر إلى الداخل ني سن. حركة مروتوكي إتش. مروتوكي تكون اليد عند مستوى اليد الأخرى عند الكوع بهذا الشكل مروتوكي سن. قدام براي مع دوران على الكعب آيوكي استعداد باليدين
دفاع باليدين وليس بيد واحدة، كذلك عند الدوران في الجهة الأخرى الدوران على الكعب. اتش. آخر حركة وهي الكياي الثانية في الكاتا تكون في العد السادس والعشرين. رك. ناو ري. يسكب. ري. سنقوم الآن بأداء مرة أخرى الكاتا. اللاعبون سيقوم بأداء الكاتا بالعد السريع. يوي. يسكب. ري. هي نيدان. يوي. اتش. ني سن. شي. جو رك. شتش هتش. كيو. جيو. اتش. ني سن. شي. جو رك. شتش هتش. كيو. جيو. اتش. ني سن. شي. جو رك. ناو ري. يسكب. ري. هذه كاتا هي النيدان، الكاتا الثانية، وتتكون من 26 حركة. نشكركم على الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كن رياضيا على أقصى الحدود، والتميز مبدأ الشخص الودود، واحترام الناس أولى يا صديقي. يوي. فالمبادئ رمز. السلام عليكم، مرحبا بكم في فقرة دافع عن نفسك بنفسك مع المدرب مطر الكندي. سيشاركنا فقرة اليوم بإذن الله البطل بالعرب الريامي، البطل سليمان الريامي. فقرتنا لهذا اليوم كيفية التخلص من مسك اليدين من الخلف. في حال تفاجئك بأحد يمسك اليدين، اتش. يدك اليسرى تمسك بمعصمه الأيمن، وتقوم بعملية التفاف ثلاثي، تلف يدك اليمين ويدك اليسار والجسم، ترفع اليد الخصم إلى الأعلى وتتبع يدك اليمنى بالمرفق وتنزله إلى الأسفل مع دوران اليد. هيا يما. الآن سيقوم الأبطال بتنفيذ الحركة مع العد. استعد. اتش. هاي. ني. جو. هاي. يما. والآن سنرى الحركة إن شاء الله بشكل سريع. هجمي. هاي. يما. سكيب. ري. أس. أس. يوي. كن رياضيا على أقصى الحدود، والتميز مبدأ الشخص الودود، واحترام الناس أولى يا صديقي، فالمبادئ رمزنا منذ الجدود. واستعن بالفكر والتركيز دوما، لا تهاون يعترينا أو جحود. إن لليابان فضل إن تسني، فالكاراتي رمزها منذ الجدود. فأخذنا منهم كل جديد، كالهجوم والدفاع والصدود، كالهجوم والدفاع والصدود، كالهجوم والدفاع والصدود.